يسعد صباحك سلمان. يسعد صباحك اليوم. تمام، يسعد صباحك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما عم يحضرونا. يا رب نهار جديد ان شاء الله، يا رب هالنهار بيكون مليان عليكم بالخير والصحه. طبعا موعدنا كل يوم بيجدد معكم الساعه 9:30 بتوقيت دمشق، ساعه ونص من الوقت بمحطات عديده متنوعه مع ضيوف من اختصاصات مختلفه. اليوم طبعا في منخفض بدا امبارح بالليل بالامطار ومستمر ممكن لليوم وبكره. طبعا خلينا هيك ندير بالنا شوي، الناس فكرت انه الصيف خلص اجى، لا لسه الصيف ما اجى، لسه بدنا شويه وقت لحتى ندخل بالاعتدال الربيعي. طبعا كمان يومين رح يكون عيد الام، بدنا نعايد كل ام سوريه، بدنا نعايد امهاتنا كلياتها ونقول يا رب هالعيد يكون كمان على الناس اللي فقدت اهليها يمر بسلام، والعيد الاكبر هو لسوريا لترجع مثل ما كانت. اكيد الصباح هو يوم جديد، ان شاء الله هيك بنبلشه بخير وتفاؤل مع ضيوفنا ومحطاتنا. يا هاي اكيد يسعد صباحك يا سلمى، ويسعد صباحكم مشاهدينا ومشاهدي الاخباريه السوريه. اسبوع جديد ونهار جديد، ان شاء الله يا رب بيحمل معه كل الخير والصحه والرزق وراحه البال للجميع. ان شاء الله الايام الجايه مع قدوم شهر رمضان المبارك تكون مرحله التشافي والتعافي من كل اوجاعنا وهمومنا اللي كانت بالايام الماضيه. خلونا نبلش رحلتنا الصباحيه معكم، واكيد محطاتنا عديده رح تكون طبيه اجتماعيه قانونيه رح نتعرف عليها سوا، ولكن خلونا نطلع لفاصل ونرجع لنبدا اولى فقراتنا لليوم. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبه، شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحب، كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. أنا رسمتك على المشاوي، يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير، نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشاوي، يا هم العمر هلأ هايدي مثل كل يوم. خلينا نروح بأولى محطاتنا رح نتعرف فيها على أبرز الأحداث اللي تتالت وشكلت بحضورها حكاية اليوم. يوم 19 آذار كثير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها بعام 1799 الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت يحاصر مدينة عكا. في عام 2018 علماء يخضعون آخر ذكر باق من الكركدنات البيضاء الشمالية للقتل الرحيم بعد معاناته من مضاعفات صحية، لتبقى بضعة إناث فقط من هذه النوعية. وعام 2020 عالما الحاسوب إدوين كاتمول وبات هانرهان يفوزان مناصفة بجائزة تورينغ لعملهما على الصور المنشأة بالحاسوب. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1943 ماريو مولينا، عالم كيمياء مكسيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995،
ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1950 والتر هاورث، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1937. وأكيد مشاهدينا من فقرة رزنامة التاريخ رح ننتقل لفقرة هل تعلم، مجموعة معلومات غريبة منوعة ومميزة رح نتعرف عليها سوا، خلونا نتابع. هل تعلم بأن كمية الحرارة التي تنبعث في اليوم الواحد من جسم الشخص العادي كافية لجعل 40 لتر من الماء تصل إلى درجة الغليان؟ وهل تعلم بأن طيور البطريق تستعمل التثاؤب كجزء من طقوس الغزل في فصل التزاوج؟ وهل تعلم أن الصين كانت أول دولة في العالم تستخدم نقوداً ورقية؟ وهل تعلم بأن الأمريكية فيكتوريا وود عام 1872 كانت أول امرأة خاضت غمار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة؟ وهل تعلم بأن الحجاج الهندوس يغتسلون سنوياً في مياه نهر غانغيز الذي يقدسونه على اعتبار أنه يرمز إلى التطهير، إلا أنه في الحقيقة أن نحو 100 مدينة وبلدة هندية تصب مياه مجاريها مباشرة في ذلك النهر، كما أن مئات المصانع تلقي فيه ملايين الأطنان من الملوثات والقاذورات؟ وهل تعلم أن الرمل المبتل أقل وزناً من الرمل الجاف؟ وهل تعلم إذا فقد الإنسان 20% من ماء جسمه فأنه يموت حتماً؟ وهل تعلم بأنه لا تهب أي رياح على سطح القمر، ولذلك فإن آثار أقدام رواد الفضاء الموجودة على القمر ستظل إلى الأبد ما لم تمحى عمداً؟ كلمة تايلاند تعني أرض الأحرار. على الرغم من إنجازاته الرائعة في مجالي العلوم والفنون، كان العالم والفنان الإيطالي ليناردو دافنشي يفتخر فقط بقدرته على تني العملات المعدنية بأصابعه. أولى محطاتنا هذه رح نحكي فيها اليوم عن شيء تربوي وأساسي جداً، واللي هو طبعاً النجاح. كثير من الأهل بيعتقدوا أنه نجاح الأبناء هو فقط من خلال التحصيل العلمي، ومدى قدرة أطفالهم على اجتياز مراحل مهمة أكاديمية من حياتهم بتفوق، مع أنه النجاح ممكن يكون بكتير تفاصيل وكتير قصص موجودة بحياة الأطفال من البداية إلى النهاية. فهو أسلوب ممكن يتربوا عليه لحتى يقدروا ينجحوا مو بس بحياتهم العلمية، أيضا بحياتهم خلينا نقول الاجتماعية وأيضا المهنية. أكيد عطول بمحطاتنا الصباحية بنحكي عن مرحلة الطفولة، المرحلة الصعبة والحساسة، كرمال يعرفوا الأهالي احتياجات ومتطلبات أطفالهم وميولهم واهتماماتهم بالحياة. وأكيد هاجس جميع الأهالي أنه يشوفوا أولادهم ناجحين متفوقين بمجالات العمل، لكن أكيد التفوق ما بيقتصر على المستوى التعليمي والتفوق الدراسي، لأنه بالمقابل ممكن نشوف أطفال موهوبين مميزين متفردين بمواهب عديدة، إن كانت بالرسم بالسباحة بالموسيقى. كل هاي المواهب لابد من الأهل أنه يدعموها ويشجعوها ويستقلوها أيضا بدورات تدريبية. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا، معنا اليوم ضيفتنا بالاستوديو الموجهة التربوية يسرى عباس. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يعني صباح الخير واهلا وسهلا فيك ست يسرى. يعني دائما بنحاول هيك نلاقي خلينا نقول خطوات منهجيه مع حضرتك عن اي موضوع عم نكون عم نحكي فيه. اليوم عم نحكي عن كيف الاهل ممكن يكتشفوا مواهب اطفالهم وكيف ممكن يدعموها لحتى الشخص يكون ناجح بحياته، مو فقط مثل ما قلنا ببدايه الحديث انه ناجح بعلاماته بالمدرسه، لانه للاسف كثير ناس بيركضوا وراء التحصيل العلمي ليتحول الشخص لآله او منعزل عن الحياه الاجتماعيه حتى عن بيته. نعم، يعني نحن عم نقول موهبه، يعني هي عباره عن وهبه مجانيه منحها الله لكل شخص، يعني ما في شخص ما عنده موهبه، يعني في داخله طاقة مدفونة مكبوتة بحاجة للمجتمع للنشاط للبيئة الداعمة أن تظهر هذه الموهبة. طبعا شو الموهبة؟ مثل ما قلت قدرة فطرية، استعداد فطري أن تظهر في لحظة ما. تظهر أنه عنده استعداد فطري ووراثي أن يتظهر هذه الموهبة ويقوم يعني إظهارها بلحظة معينة من خلال طبعا تسقلها التجربة والأنشطة. طبعا هذه الموهبة متى تظهر؟ متى يكتشفها الأهل؟ متى يراها عند طفلهم؟
طبعا تظهر قبل البدء بالمرحلة الدراسية بالست سنوات الأولى مجرد نطق الطفل. ففي أهل حسب الأهل، فنانين، كاتبين، مهندسين، طيارين، فالأب أو الأم بيكون بالبيت عندهم عدة كتب إسرائيلية أو أنشطة، بيشوف الولد أهله بيقلدهم، لكن مهما قلد الأهل في عنده موهبة خاصة. فشاف أمه مثلا عم تكتب، عم تعمل، تخطط، مهندسة، فممكن بيحب الرسم. فنحن تظهر فجأة إذا الأهل قرروا يلتفتوا وانتبهوا لأولادهم تظهر هذا. إذا أنا متى ما شفت ابني عنده هيك نبوغ معين، كثير الأسئلة والاستفسارات، بشوفوا عم يسألها شو هاد، شو عنه كذا، شاب بالتلفزيون، شاب بالطبيعة أثناء رحلة، جايبين له لعبة، شاف في عنده أسئلة كثيرة، استفسارات، طيب شو هال بده يعرف الأجوبة. فكثرة الأسئلة بتشوفه بكل وقت مركز بشغلة مستمتع. فنحن هون الأهل لازم ينتبهوا لابنهم ويركزوا على موهبتهم. فكثير من طبعا بيعرفوا انه لازم ابنهم من الصغر ينمو له موهبته. فنحن انا وانتي بس نقول كلمة موهبة يخطر بالنا رسم صحيح. او غناء او موسيقى، لا، في مواهب كثيرة عند الشخص غير تكون واضحة يعني. فانا بهالوقت هذا بجيب له العاب، كل الاهل بدعموا اولادهم بالطفولة بالالعاب، تشوفوا مو عارفين بولين، طابات، سيارة بالنسبة للبنات لعوبات. فشو أكثر شيء بيلفت انتباه الطفل؟ وين بتشوفه مركز؟ وين بيأدي وقت أكثر؟ ففي الطفل الرياضي اللي عنده ملكات رياضية، حتى البنات يعني بالطفولة بتشوفها عم يلعبوا طابة كذا مبسوطين. الطفولة تتميز بكثرة الحركة، لكن أنا بدي اكتشف شو الموهبة اللي عند ابني. فهون أنا بضل متابعته، ممكن يجي يلعب معه بالألعاب. طبعا الطفل هو عم يلعب معه يضيع وقت، عم ينمي مهارته، عنده مهارة، طاقة داخلية عم بيفرغها بهاللعبة اللي انت جايبتي. قد تكون جايبتي له مكعبات. الطفل اللي عنده موهبة بالحل والتركيب والاستنتاج والاستقراء بيحب المكعبات، هي فيها تفكير، فيها عقد، فيها تشوفه مركز وعم يفكر. الطفل اللي عنده خيال واسع والآخر هي وتحب تحكي، تشوفي على طول عم تحكي، تحب التحدث كثيرا، تسولف أمها بتعمل. فكسرة الحركة، كسرة الخيال الواسع، ممكن يروي قصص ما لها حقيقة. فهون ممكن يكون كاتب مبدع هذا الطفل أو الطفلة. فلذلك نحن في أطفال بتحب الأرقام، واحد اثنين كذا، بيعد مثلا، تعلم من مجرد تعلم العد صار بيعد بلاطات البيت، بيعد كذا، بيطلع بالأشكال الهندسية، حتى هو عم يرسم شكل تجريدي، ممكن يطلع مهندس، ممكن رسام. فنحن عنا في الأهل ممكن يكتشفوا فورا شو موهبة ابنه. يعني أنا والله بدي يطلع طبيب ومهندس وصيدلي، هي حسب العلامات. فأنا طموحي، أنا بعرف كتير عائلات مهندسين بدون ابنه يطلع مهندس صحيح، طيار بدون ابنه يطلع مثله، فنان بيدخله معه على الوسط الفني، صاحب محل ميكانيسيان بياخده على المحل للشغل، بدون يتعلم صنعة بيتعلم الكار بهالمعنى، ممكن يروح مع أبوه يتدرب ويعمل لايكن، ما عم بيمارس شيء هو بيحبه. إذا حب هالعمل اللي أبوه عم يشتغله ممكن أم كوفيرة بتاخد بنتها مع العمل بدها تعلمها الصنعة. فنحن لا يعني تفرضوا على أولادكم طموحاتكم، تركوا الحرية. أول شيء مثل ما قلت لعبي معه، شوفي شو الألعاب بتناسبه. ثاني شيء تركي له المساحة الحرية، الأطفال عالم آخر، يعني لا تقسوا عليهم، لا تجبرون. يعني الأم بتجيب لبنتها لعبة، بأبدأ اللعبة، يجوز بده شيء تاني، بده كتاب، بده ألوان، بده كذا. الأب بيجيب لابنه شغلات ألعاب، يجوز طموحه مو هون. إذا أنتوا راقبون عن بعد، فقط عليك توجهي. يعني أنا الدخول لعالم الطفولة فظيع، يعني أنت بتشوفي طفلين ثلاثة عم بيبعدوا في لغة بيناتهم، دخلتي سكتوا، شايف كيف عم يتسولفوا على لعبة وعلى كذا، يا دوب هي قبل المرحلة الابتدائية. نحن عنا الأهل هلأ دور الأهل وتوجيههم لابنهم. لكن نحن عندما يدخل إلى روضة مثلا، جميع الأهل اللي عم بيحطوا أولاد الروضات كونوا تساعدهم وتهيئهم للتدريس بالحلقة الأولى، وتعلموا كيف يكتب، تعلموا الانضباط، تعلموا القعدة بالمقعد، تعلموا القيم والأخلاق، كثير شغلات. والأم إذا كانت موظفة مضطرة مضطر، أما الأم القعدة بالبيت لا. أنا بتوقع إذا أم مثقفة وما كانت موظفة تستطيع أن تعلم أبنائها هذه الأمور قبل. هلأ نحن مين هيتساعد في كشف الموهبة؟ المدرسة، المربية، المعلمة، المدرسة. هالمعلمة بالمدرسة هي عم تسأل، عم تعطي، بتلاقي هالطفل كل الوقت سؤال، كل الوقت اكتشفت انه ذكي. يا ترى الموهوب ذكي؟ اللي عنده موهبة ذكي؟ طبعا اللي عنده موهبة مو بالضرورة يكون ذكي، عنده موهبة يبرع هو فيها أكثر من رفعته. صحيح. كيف عرفنا انه هالطفل عنده موهبة؟ الآن ستعطي سؤال فورا بيجاوب عليه،
أكثر من رفعته بالمقارنة مع زملاء مع الأقران. أيوة لما أنا بقارن هالطفل مع زملاء أو نفس العمر نفس الجنس نفس الصف بشوفه عم يتفوق عليهم. طبعا الموهوب بيكون ذكاء وأعلى من رفعته ب2%. تمام. طبعا وهالموهبة لقلك شغلة لا تورث، يعني أنا إذا كان بالعائلة عالم ومهندس ودكتور ما بيورثوا لأولادك. في عنا الوراثة طبعا إلى دور كبير، 80% وراثة و20% من البيئة مكتسب. فعندك أنت في موهبة ومهارة في المدرسة بنعلمهم مهارة الجمع الطرح القسم، مهارات كثيرة، مهارة أي عمل يقوم فيه نشاط بدني وحركة ويحتاج إلى العقل نسميه مهارة. طيب خلينا هون نوضح الفرق بين الموهبة والمهارة. نعم في فرق كبير بين الموهبة والمهارة. الموهبة فطرية ما بيتعذب فيها، لا تحتاج لوقت ولا لتدريب، مجانية، الموهبة مجانية وموجودة عند الجميع، يعني ملكات فطرية الله سبحانه وتعالى منحها لكل شخص. أما المهارة تحتاج للتدريب الطويل والوقت، يعني مثلك أنت هلأ كمزاد إيش بدك تدريب على الصوت والنطق واللفظ، حتى المعلمة إيش بدها تدريب لتعطي درس قبله بيوم بتحضر، تحتاج المهارة إلى وقت طويل للتدريب. لذلك نحن عنا علينا أن نراقب هؤلاء الأطفال ولا نتوقع أنه يكون طموحين يطلعوا مثلنا، لأنه هن كل شخص له شخصيته. فأنا بالمدرسة بكتشف شخصيته، بكتشف موهبته، بكتشف شو بيحب. فعلى الأهل بالمدرسة وبالبيت يشجعوا الطفل بما يحب، حب العلوم بشجعوا على العلوم، بأخذوا رحلات طبعا بدعمهم. كيف اكتشفوا الأهل موهبته؟ تأكد أنه هي موهبته، بس يتأكد الأهل أنه موهبت ابنه باكتشاف الأشياء أو بالرسم أو بالطبيعة، بصير أنا طالعوا رحلات على ينمي موهبته. أستاذ ياسرة، بس بعض الأهل أحيانا بيصير في خلط بين خليني أقول دعم الأطفال بالأنشطة والفعاليات بإن كان بالعطل وغيرها وبين المواهب، يعني بيكونوا مثلا مسجلينهم سباحة، دورات تفاعلية، رسم، غير كتير من القصص، بيعزف آلة موسيقية، يعني بيكون عنده أكثر من نشاط تفاعلي للتنمية، بس ما بيكون مبين هو بيميل لأنه أكثر. كيف بنقدر نكتشف؟ يعني يمكن في بعض المعايير كمان الأهل بحاجة يعرفوها، لأنه مو دايما هن مع أطفالهم حتى بالمدرسة. نعم مثل ما قلت لك المدرسة نحن في عنا مواد إسرائيلية وأنشطة، في عنا مادة طلائع بيقوم فيها استنباط المواهب بفرق معينة. فإذا في عنا نشاط رياضي، طفل عنده موهبة شطرنج، عنده موهبة سباق، جري إلى آخره، تستطيع معلمة الرياضة تكتشف هذه الموهبة. وعندما يحدث مسابقات بالطلائع، في هلأ بهذا الشهر مسابقة رواد طلائع على مستوى دمشق، فكل مدرسة عندها طفل موهوب بالرياضة، بالغناء، بالموسيقى، بالعربي، بالفصح، يعني إحنا كل جزء معين بمواده في موهبة معينة. بالنطق عنده موهبة، بالتعليق الرياضي، بتنبئ جوي عنده موهبة، بالفصح عندنا مواد العربية، مواد اللغة الإنجليزية، بالمحادثة، بالنطق، بالصوت، باللهجة، بالتمثيل، بالغناء، اللي عنده موهبة عزف، هذا كله في نحن بالمدارس تستطيع المدرسة أن تنمي هذه الموهبة. طيب بالبيت؟ طبعا أنا أنسى الموسيقى، بالموسيقى تنمي الموهبة، الموسيقى والعزف. قد تكون هذه المعلمة غير متمكن بالموسيقى، هالطفل أعلى بكثير من هالدرس اللي عم ياخده. فنحن الأهل بالبيت شافوا ابنهم عنده موهبة الموسيقى، طيب يفضل تسجيله في عنا نحن أندية موسيقية، عنا أماكن. على الأهل يكون عندهم ثقافة بهالموضوع، يسأل شافوا ابنهم بيحب عنده إيديه هيك كل الوقت، تعال ببروني عم يعمل هيك كل الوقت، بيحب يكبس. نحن أنا بسميها الجيل هذا جيل الزر، بيحب وين في كبسة، فما بالك إذا أنت أعطيتيه بيانو أو أورج أو عود من صغر. مو شرط، ممكن يملك عدة مواهب، مو شرط موهبة الموسيقى، موهبة الرياضة، موهبة الدراسة. فنحن التفوق الدراسي والتحصيل الدراسي يختلف عن الموهبة. هذا الموهوب قد يكون موهوب بمادة معينة بشغل بمجال واحد، إما الرسم أو الموسيقى أو الرياضة أو النجاح، بيبرع بشيء معين، يعني جزء من عقله بيحدد هالكلام. أما المتفوق دراسيا هو موهوب، المتفوق بالضرورة موهوب وذكي، لكن الموهوب ليس بالضرورة يكون ذكي. شايفي كيف؟ والموهوب ليس عبقري، العبقري يختلف عن الموهوب، العبقري يختلف أنه يكون متفوق ونابغة أكثر من عنده. في عنا نحن نظرية علمية نظرية الذكاءات المتعددة جاردنر، قال حدد للإنسان طبعا ضمن نظريته أنه 7 ذكاءات هو هيك حددها، لكن ممكن يكون عدة ذكاءات غيرها اللي هو حددها. ذكاء الطبيعي أنه بيحب الطبيعة، يستفسر عن النباتات، على الحيوانات، شو هذا الفلك، الفضاء. ذكاء مكاني بيحدد المكان، عنده قدرة يحدد يستكشف المواقع. ذكاء بصري مش لحظة بيحفظ،
المقصود بالذكاء البصري مجرد شاف شغلة بيرسمها فورا، يعني إلى أبعاد كتير. ذكاء موسيقي إيقاعي، يعني إذن موسيقية ما شاء الله، أنت قاعدة هون بيسمع لبعيد، فاللي عنده ذكاء موسيقي ما شاء الله مرهف. إله صفات على فكرة، صفات الموهوب إله صفات كتير هيك معينة. أكيد مثل ما قلت بيحب الحكي كتير. ثاني شغل ممكن يكون انطوائي، البعض البعض اجتماعي، إذا حطيتي مجتمع قيادي تشوفيه عم بيقود مجموعة، زعيم إلى آخر، الموهوب بيحب يرافق أكبر منه، بيلاقي أصدقائه من عمره تمام. طيب أيوة، بيحس حاله مو بهالطبع، مو بهالعالم هذا، لذلك صداقاته دائما بيكون اللي أكبر من أقرانه. هيك دغري نحن بتكتشفيه، تشوفي أسئلته مميزة، أفعاله مميزة، أجوبته منطقية، يعني ما في صعوبة لتكتشفي الموهوب. بالرسم بتشوفي مبدع، يعني أنا لما بالمدارس بشوف رسمات طفلة صف رابع رسمة احترافية، يعني لا فنان ما بيقدر يرسمها، طفلة عم تألف لك تمثيلية صف ثالث، عم تكتب قصة، يعني فعلا في عنا أطفال هالجيل هذا ذكي، بس بده مين ينتبه عليه ويلتفت عليه ويعطيه الأنشطة المناسبة لموهبته. صحيح. يعني أنت شفتي ابنك بيحب الأرقام، وجهي للألعاب اللي فيها ألغاز، أحاجي متقاطعة، وين في شغلات يلا لشوف تعني جمعنا، وياك بيحب مهارات الحساب زين يسجلوا هيك. فالأهل الأذكياء والمثقفين بيعرفوا بالضبط ينموا موهبة، وين موهبة ابنهم قدروا. هلا انت مو يعني ممكن يكتشفوها بلحظة، يعني بتظهر لحالها، يعني ففي لحظة ما تجد هالطفل اكتشف حاله انه يبرع بهالشغلة هي. يعني انا واحدة عم تشرح لي انه كيف اكتشفت حالها موهبة فنانة بالكوفيرة، يعني قالوا لها انا كنت رايحة مع اختي والى اخره، ما بفكر بكره انا بحب الخياطة، فجأة قالت لها الكوفيرة لا بدك تتعب، يعني قال لها ما بدي، قال مجرد مسكت شافت حالها، ايه والله اختها تركت العمل بيش. فنحن عادة الموهبة بتفرض نفسها على الواقع. اللي عنده موهبة غناء من بين كل العاب بده يغني، شايفي كيف؟ قالت المعلمة مين بيحب يغني طلع غنى صوته. طيب أستاذة يسرى، بعد تحديد اكتشفنا خلص انه هو عنده موهبة معينة وعرفنا هذا الموضوع، بعد التحديد تنميته، مراحل التنمية وكيف لازم نمشي مع هذا الموضوع؟ يعني نحن الطرق بالمدارس وكيف متابعة هذا الطفل الموهوب، مثل ما قلت تشجيعه، بس بالمدرسة نحن عم نحكي بشكل أوسع وبالأخص بالعائلة اللي عم بيتابعنا، مشان اللي بالبيت بحب يعتني بأطفاله، مو بس الاعتماد الأساسي على المدرسة. يعني نحن عنا ممكن الأهل ننصح نعطيهم عدة نصائح بهالموضوع هذا، ينتبهوا على ابنهم، يراقبوا، لا يهملوا الموهبة. إذا الموهبة مثل البذرة، إذا ما تابعتيها قد تضمحل وتختفي، وإذا طورتيها تكبر وتنمو وتحول، لازم نطور فرد ناجح في المجتمع صالح، موهبته قد تحول إلى عمل، لمصلحة، مصدر رزق. فلذلك إذا الأهل استطاعوا متابعته وتشجيعه وعدم نقده ولا توبيخه، يعني حتى لو أخطأ، يعني هو عم بيجيبوا له شغلات فشل، من التجارب والفشل قد ينجح. فنحن عدم التوبيخ، عدم التقريع، مدحه حتى لو ما كان عاجبك شغله، حتى لو مو ناجح بهالكلام اللي عم يشتغله. فتشجيعه والمدح، متابعته، ثاني شيء نسجله مثل ما قلت لك معاهد، أنشطة، خبرات، ومتابعته بهذا النشاط. يعني الأهل هون هن بيعرفوا ابنهم إذا أبدع ومبسوط. فأنت مثلا ابنك بده يطلع فنان وعم تسجلي نادي رياضي كاراتيه، قديش فرقت بنوب مو هون، بتشوفيه متعوب وتعبان ومو حاسس حاله. فلذلك نحن مثل ما قلت الأهل هن قد يقضوا على أطفالهم بطموحاتهم. يعني الطيار، بعرف طيار مثلا، ابنته على طول ياخذها معه وهي يعني موجوده معه بالطياره، حفظت فصارت كابتن، يعني معروفه بسوريا كنيتها شجاع، يمكن تذكر اسمها، اول كابتن طيار، طبعا من خلال تواصلها وتواجدها في الوسط. يعني الممثله، نعطي مثال، احد الممثلات ابوها ممثل دائما اخذها على الوسط، وهي محبه الوسط الفني، ومع هيك درست وطولت لحتى اخذت الشهاده الثانويه لحتى ينسمح لها تدخل. طيب خلينا نحكي هون، دخلها بالوسط. صحيح. الاهالي اللي بيضغطوا على اولادهم بالشيء اللي بحبوهنن، ما ضروري يحبوا الطفل، يعني قديش هذا الشيء غلط وممكن ياثر على شخصيته بالمستقبل؟ يعني نحن هيك نحن دائما بنعرف من شكله الطفل اذا كان مبسوط بالموهبه، مبسوط بالتعامل، بالنشاط اللي هو الاهل فرضوا عليه. احيانا الاهل بيفرضوا على طفل بالقريه، بيروح على الزراعه، الفلاحه، مع اهله، مع مفروض عليها النشاط،
طبيعة بتفرض حال الهواء النقي إنه مستمتع مع أهله، لكن بالمدينة مثل ما قلت تفرض عليه نشاطات علمية، نشاطات موسيقية رياضية. الأب سباح بيحب يطالع ابنه بالسباحة تماما مثله، بياخده على هالنشاط، فنحن عنده ملكات عضلية وعنده قدرات عضلية بيستطيع أن يبرأ، لكن مو هي هوايته هي. مثل ما قلت لك قد هوايته المناسبة تظهر في لحظة ما، إما في الكتابة، إما في جمع الأشياء، إما في الصور، إما في الرسم. فأنا كثير مثلا دكاترة بعرف يمارسوا الكتابة، بعرف مهندسة صديقة قالي تمارس الشعر بعد دوامها، فمديرة مدرسة تكتب شعر. فنحن الموهبة لا علاقة لها بالمصدر بالتحصيل الدراسي، يعني درس تفوق حصل علامات دخل جامعة يمارس موهبته هو لحاله، عنده موهبة كتابة، مقالات، خواطر معينة، موهبة المطالعة، الفضول، فهي موهبة خاصة فيه، لكن لا تكون مصدر رزق. لكن بالنسبة لميسي ودول الرياضيين فعندهم موهبة من الصغر، وما عندهم غير موهبة الرياضية، ما بيعرف بالفيزياء والكيمياء والرياضيات، تفرد بموهبة خاصة أكيد. شايفة فتختلف. فلذلك نحن عنا الموهبة مثل ما قلت لك فطرية، وعلى الأهل متابعة أولادهم ولا يهملوها ولا يظلم، ما يقارن بها الطفل يقول له هذاك شفت رفيقك ركض أكثر منك سبقك، مو بالرياضة، هو عم يخلوه يركض رياضة مو بالرياضة موهبته، فبالغناء إلى آخره، فعم يقارنوا بأخوه الأكبر. أو عدم المقارنة، ولا تشككوا بقدرة أنت حتنجح عد ما فشل، يعني كيف أديسون ضل 1000 تجربة لحتى نجح معه، كمان هذا الطفل عنده هالقدرة، قدرات تظهر مدفونة. كل إنسان بداخله كنز، كنوز كثيرة، بيقول لك أنت داخلك ثروة، حاولي نطلعها، ثروة لفظية، ثروة. شايفي قديش مظلوم الإنسان، فما عنده وقت يمارس مواهبه، ما بدا يعني لا بدا فلوس ولا بدا مصاري ولا بدا شيء. احيانا تشجيع، كلمه حلوه من الاهل بتساعده، او البيئه الفقيره ممكن ما تساعد هالطفل الموهوب، الحاله اهله تعبانه الى اخره، لكن من لعبه صغيره قادر. يعني جايبت لي معلمه الطفل، جايب قالت لي هذا الطفل موهوب بيصنع لك اللي بدك اياه. قلت شو بيصنع؟ اجت اعطته ورقه، قال بها الورقه ما تعرفي شو شكل، عمل لي سفينه، مزهريه، طياره، يعني ثواني. فأنا تعجبت على هالطفل، صف ثالث أو رابع هيك، طفل جابت لي مديرة بدها تفصله، قال تعبان ومشاغب، وإنه بتقلي هذا معجز الأنسات. لك شو به؟ ما بيدرس، بيتعب الأنسات. طيب سألناه، نحن عنا مادة اسم المشروعات، هي بيعملوها الطلاب كإنجاز بآخر السنة. قال لي إيه عملتها؟ قالت المديرة لا مو صحيح، روح جيبها. راح جاب سيارة بلاستيك، طلعت على هالسيارة قلت له شو فيها هات لنشوف، قلبتها هيك وانه فيها مثل الحديد وشغله. قال ابي بيطلع بيخليني اقعد بالمحل، بيروح بيرتاح. فصرت جيب قطع بده يعملها للسياره يحركها عن بعد. قلت له انت عندك طفل مخترع مزبوط، مو طيب عم يهرب، كل هالدروس ما عاجبته مخه. شوفي صح، لذلك نحن يعني نماذج متعدده ممكن نلمحها. استاذه بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا كثير لك استاذه يسرى. ما هلا صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات اللي عم تشهدها الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير هادي. مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. التقى السيد الرئيس بشار الأسد أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية التي تعقد اجتماعاتها الطارئة في دمشق، وأجرى خلال اللقاء نقاش عدد من القضايا ذات البعد العربي والقومي، حيث اعتبر الرئيس الأسد أن الفرصة اليوم مواتية للأحزاب والقوى السياسية للتحرك بسبب وجود نماذج حقيقية وعملية على الأرض قد برهنت على نجاح الشعوب المحاصرة في مقاومة حصارها، بعكس فكرة الهزيمة والتنازل التي عمل الإعلام المعادي جاهدا لدسها وزرعها في نفوس أبناء مجتمعنا العربي منذ سنوات، مؤكدا أنه ليس المطلوب أن نكون أصحاب فكر واحد أو توجه واحد، لكن المهم أن نلتقي بالهدف النهائي. وأكد الرئيس الأسد أن جزءا كبيرا من الشعب السوري لديه روح التحدي وإيمان بصحة مواقفه، وهذا أهم عوامل صمودنا، ودون هذه الروح لا تستطيع أي دولة الصمود مهما قدم لها من دعم. وأن الأحزاب تعبر عن صورة المجتمع بتياراته الفكرية والسياسية، والمجتمع العربي يتميز بالتنوع الكبير، لذا كلما توسعت دائرة المؤتمر تمكنا من التعبير
عن المجتمعات بشكل أفضل، وهذا يستوجب العمل على توسيع الدائرة باتجاه مختلف التيارات والانتماءات، ولعل الحوار هو العامل الأهم لتحقيق ذلك. وشدد الرئيس الأسد على أهمية العمل على الهوية المشتركة بالنسبة للعرب، ودون ذلك لن يتم تحقيق تقدم على أي مستوى ثقافي أو اقتصادي أو غيره. ومن جهته توجه قاسم صالح الأمين العام للأمانة العامة للأحزاب العربية بشكر الاستضافة سوريا اجتماع الأمانة في هذه المرحلة الحساسة، وتقدم بالتعازي باسم أعضاء الوفد للسيد الرئيس والشعب السوري بضحايا الزلزال، مؤكدا تضامن جميع أحزاب المؤتمر مع سوريا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر. وذكرت وكالة وفاء أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص وقنابل الغاز السام المزارعين في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وفي مدينة دير البلح وبلدة جباليا شماله، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الاتفاق بين إيران والسعودية يمكن أن يكون قوة دافعة لتحقيق الاستقرار لمصلحة المنطقة بأسرها. وقال كنعاني إن إعلان استئناف العلاقات بين إيران والسعودية الذي تم التوصل إليه باستضافة ومساعدة الصين في عقاب جهود ومساعي جمهورية العراق وسلطنة عمان الماضية سيلعب دورا مهما في تقارب التعاون الإقليمي وتنميته. وفي خبرنا الأخير، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم في الذكرى التاسعة لعودتها إلى روسيا. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، وصل الرئيس بوتين إلى سيفاستوبول وحضر افتتاح مدرسة الفنون ومركز الأطفال كورسون بالقرب من خيرسونسون. ويشارك الرئيس في احتفالية ذكرى عودة القرم إلى روسيا يوم 18 من آذار من كل عام. وكانت آخر مرة زار فيها بوتين شبه جزيرة القرم في حزيران عام 2020 عندما زار حوض بناء السفن في مدينة كريتش. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك. شكرا لك شيرين من غرفة الأخبار، وأكيد مشاهدينا مستمرين بمحطاتنا الصباحية. صباح الخير عن جديد لكل مين انضم لنا، وحنروح لفقرة جديدة رح نحكي فيها أكثر عن التكنولوجيا والتعلم. أكيد سلمى، رح نحكي أكثر عن العولمة والتطورات التكنولوجية الحديثة اللي ساعدت بإحداث تقدم كبير بمجالات الحياة وخصوصا مجال التعليم. هذا الشيء أكيد أدى لظهور أنواع عديدة من التقنيات المستخدمة بالمستوى التعليمي والتربوي إن كان بالجامعات والمدارس، فضروري من الطلاب أنه يكونوا مواكبين هي التقنيات أكثر لتحسين المستوى التعليمي وتسهيل التواصل والتفاعل بين الأطفال بين الطلاب والمعلمين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم. فقديش اليوم مهم يا سلمى انه دمج التكنولوجيا بالتعليم. صحيح يا هايدي، وفي دراسات كثير انعملت عن هذا الموضوع، وخصوصا بانه بعض هي الدراسات قالت انه في عنا 6 تقنيات للتعلم من خلال التقنيات الحديثة. البعض قال في عنا طبعا تعلم الواقع المعزز، والبعض قال في عنا التعلم الإلكتروني، والبعض استخدم تقنيات خلينا نقول الألواح التفاعلية، وأيضا كثير من الأنواع التقنيات اللي بتدخل فيها الحالة الرقمية بالعموم. كل هاي التقنيات وأساليبها وكيف ممكن الاعتماد عليها والاستفادة منها حسب التعليم الحديث، هذا الموضوع رح نحكي فيه أكثر مع ضيفنا اليوم بالاستوديو الأستاذ الدكتور طارق الصاتي، وهو اختصاصي بالمعلوماتية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، خبرنا عن أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة بمجال التعليم. هلا طبعا يعني التقنيات الحديثة مثل ما تفضلتوا ساهمت بزيادة يعني تحسين عملية التعليم بشكل عام. هلأ من التقنيات الجديدة في عنا الواقع الافتراضي، واحدة من التقنيات اللي كتير مهمة. خلينا نقول الواقع الافتراضي والتعليم الافتراضي، دائما في خلط، يمكن اليوم خلال اللقاء بنوضح شو الفرق بين الواقع الافتراضي والتعليم الافتراضي. في عنا الواقع المعزز. الواقع المعزز يعني هو شيء شبيه بيدمج بين الواقع وبين
يعني خلينا نقول الواقع الافتراضي هو اني انا صمم بيئه افتراضيه بشكل كامل يحسن المتعلم يستفاد من الامكانيات اللي انا بحطها بهالواقع الافتراضي. اما الواقع المعزز بيكون عندي فيه شيء حقيقي، من خلال الواقع المعزز فيني انا خليه يجرب تجربه، مثلا بحط جسم تشريحي ببعض الادوات بحسن اشرح عنه، فهي دمج بين الحقيقه وال خلينا نقول الخيال او الافتراض. في عنا مثل ما تفضلتوا اجهزه الاسقاط البروجيكتورز، في عنا الالواح التفاعليه اللي من خلالها ممكن الطالب يستفيد اثناء الدروس او اثناء الحصص، ممكن نعمل كويزات، ممكن بدل ما يستخدم ورقه وقلم يستخدم الالواح التفاعليه. في عنا الشاشات الذكيه، الشاشات الذكيه بتعطي قدره للمدرس والمعلم بحيث انه يكون عمليه شرح الماده العلميه افضل من اسهل. السرعه، يعني نحن اذا بدنا نرسم رسمي على اللوح بجوز تاخذ من المدرس 5 دقائق او 10 دقائق، بالشاشات الذكيه صار عنده قدره انه يحرك العناصر، يحرك الادوات بشكل يعني يكون محبب للاطفال لحتى يحسنوا يستقبلوا المعلومه بشكل صحيح. طبعا في كثير من التكنولوجيا اللي دخلت بمجال التعليم، منها انه نعمل شيء اسمه هايبرد تعليم، يعني واقع وافتراضي، انه انا ممكن المدرس يعطي دروس اونلاين ببعض المراحل اثناء عمليات التعليم. اليوم من التكنولوجيا بعمليات التعليم هي خلينا نقول هالمواد العلميه اللي صارت منتشره على الانترنت، صار المتعلم قادر يفوت يبحث بالانترنت، يحسن يشوف ماده علميه حول موضوع معين. يعني حتى انا مثلا مع اطفالي كثير بستخدم هذا الاسلوب، بابا شو يعني هي؟ بابا بروح على الانترنت اعمل سيرش، شوف فيديو على اليوتيوب، حاول انك تتعلم. فكمان الانترنت اليوم من التكنولوجيا اللي كثير مهمه انه نحن نعلم الاطفال كيف يستخدموها ل يعني بحيث انه تفيدهم بتعليمهم. اكيد دكتور، اليوم في كثير مجالات بالعموم ادخلت التقنيات الالكترونيه ضمن عملها، ان كان منها مثلا ايضا وسائل الاعلام. اليوم اصبح المجال الافتراضي او التقنيات الالكترونيه موجوده بكل شيء حسب التخصص، ودائما بينطرح هذا السؤال، هل هذا الواقع الجديد اللي فرض نفسه عبر التكنولوجيا قادر انه يلغي الواقع التقليدي اللي كان موجود؟ يعني اليوم انا اذا مدرس ما عنده امكانيات الالواح التفاعليه اثناء التعليم، هل هو لغى الواقع القديم او التقليدي من خلال الكتابه او اعطاء المعلومه بشكل عادي؟ هلا طبعا يعني نحن ما فينا شيء نقول الواقع الافتراضي هل ممكن يحل محل الواقع خلينا نقول التعليم العادي تقليدي. او هل ممكن ان احنا اذا ضلينا على اساليب التعليم التقليدي هذا الشيء حيكون عم يرجعنا لورا؟ لا. هلا انا بتخيل انه هو في تعاون، يعني نحن تعلمنا بالاساليب التقليديه وما شاء الله يعني خرجت اطباء وخرجت مهندسين وخرجت علماء، فبالتالي نحن وقت مندخل مثلا الاساليب الحديثه بالتعليم ما الهدف انه نحن نلغي الاساليب القديمه، او مثلا ببعض الاماكن بجوز ما تكون عندهم هالقدرات انه نحن ندخل التكنولوجيا فيها، فهذا الشيء ما بيلغي انه العمليه التعليميه مستمره وبتكون صحيحه، ولكن بتسهل على المتلقي استقبال المعلومه. او يمكن كل عصر له ادواته اللي بتشبهه. تماما. يعني هي الفكره وقت بنحكي عن انماط التعليم او انماط التعلم، الطلاب ضمن الصف الواحد هن مختلفين بين بعضهم البعض بطريقه استقبال المعلومه، فدائما نحن بنحكي بالانماط التعلم في اطفال او في متعلمين هن بنسميهم بصريين، يعني هذا الشخص بيحسن يستقبل المعلومه من خلال النظر، من خلال الصور، من خلال بنسميها الانيميشن او الميديا، تمام؟ فهذا الشخص بنسميه بصري. إذا حطينا له شريط كاسيت مثلا قاعد عم يسمع تسجيل ما بيحسن يستوعب لحتى يشوف صورة. هلا في متعلمين على خلاف ذلك، يعني هن بسموهم سمعيين، يعني إذا هو ما سمع، يعني في طلاب تلاقيه نايم هيك قاعد نايم ماله بس إذنه شغالة، فهذا الشخص عملية استقبال المعلومة بالنسبة له مختلفة عن البصري. في عندنا أنماط تعلم مثل الأنماط الحركي، يعني في أو الحسي، في اطفال ما بيتعلموا لحتى يجربوا بايدهم،
هذول بيحبوا المخبر، مثلا بيزرعوا مخبر فيزياء، بيحبوا مخبر فيزياء، بيحبوا يلمسوا الامور، رحله ترفيهيه بينبسطوا فيها، هذول حركيين نوعا ما. فبالتالي انماط التعلم ووسائل التعلم تطورت لحتى نحسن نغطي اكبر قدر من انماط التعلم، بحيث انه نحسن نوصل المعلومه بطريقه صحيحه ويستوعبها المتلقي بشكل صحيح. يعني اليوم وقت بيكون في عندي وسيله اني انا يكون عندي ماده علميه عباره عن فيديو، هذا بيغطي المتعلم الحس البصري والمتعلم السمعي. ليش؟ لانه هذا الفيديو بجوز انا احط فيه صوت، فالمتعلم البصري من خلال الانيميشن اللي موجوده بهذا الفيديو قادر انه توصل له المعلومه، والمتعلم السمعي كمان من خلال الحديث اللي عم يحكيه فقادر انه نوصل له هي المعلومه. تمام. فبالتالي تطور وسائل التعلم هي بتعطينا ميزه انه نحن نحسن نوصل لاكبر قدر من شريحه الطلاب، والاختلاف في انماط التعلم بين الطلاب. بس هذا ما بيلغي ابدا انه نحن اذا ما كان يعني اذا اخذنا الطرق التقليديه بالتعلم فهذا الشيء ما حيكون له مفعول سلبي، ولكن ممكن اذا استخدمنا الوسائل الحديثه بالتعلم يكون له مفعول ايجابي. تمام دكتور، يعني خلال جائحه كورونا تعطلت العديد من المدارس والجامعات بسبب هذا الموضوع، فينا نقول انه ظهرت تقنيه التعليم عن بعد، خلينا نقول كيف كان تجاوب هي التقنيه سواء بالجامعات وخصوصا يوم في صعوبات كثير ان كانت بالكهرباء او باعداد الكوادر المؤهله؟ هلا خلينا نقول التعليم عن بعد والتعليم الافتراضي كان موجود سابقا. بس فعليا جائحة كورونا أعطت أهمية كتير كبيرة لهذا التعليم، بحيث أنه يعني إن كان المدرس ولا الطالب اتجه بهذا الاتجاه، بحيث أنه يعني يكون عنده بديل عن التعليم العادي. هلأ هي أعطت تعود للطالب أنه يحسن يتلقى الدرس من خلال مثلا الجلسات الاونلاين اللي عم بتصير، وهذا الشيء خلى يختلف شوي نموذج التعلم عن الطلاب. يعني اليوم في كثير طلاب بنقول لهم يعني مثلا في درس، طب ما ممكن يكون اونلاين؟ ليه؟ لانه هو يعني فات التجربه، عاش التجربه، لانه في ميزات كثير للتعليم اونلاين، كان هو ما له يعني مو متضحى بالنسبه له. فخلى مجتمعيا شوي يكون في عندنا ثقافه انه يكون التعليم اونلاين، والا انه الجامعه الافتراضيه السوريه من 2003 موجوده، وانا مثلا شخصيا كنت من 2009 بالجامعه الافتراضيه وكنا عم ندرس. بس فعليا يعني الطلاب نوعا ما كنا نحسهم شوي يعني متحفزين انه انا شلون بدي اتعلم اونلاين، شلون بدي احكي مع الاستاذ، شلون بدي اتواصل مع رفقاتي. بس اول فصل ثاني فصل تلاقي انه هو حسن يسيطر على هذا النموذج الجديد. هلا هذا الشيء اللي عملته جائحه كورونا، انه هي فتحت العين على التعليم الاونلاين، واليوم صار كثير شائع انه نحن نشوف، فينا نقول شيء اساسي تماما. اليوم حتى صار في مدارس افتراضيه، يعني اليوم بوزاره التعليم وزاره التربيه عفوا طرحت المدارس الافتراضيه، والمدارس الافتراضيه صارت اداه كثير قويه لحتى المتعلمين اللي من برا البلد. يعني صار اللي بيفوت على مدرسه افتراضيه بياخذ شهاده كانه هو موجود بالمدرسه العاديه، يعني اول ثاني ثالث رابع خامس سادس، وبياخذ وثيقه التزام بالمدرسه وكانه بمدرسه عاديه. وهي فتحت افق للطلاب السوريين اللي هن خارج البلد، بحيث اللي بدهم مهتمين انه اولادهم يكونوا ضمن المنهج السوري. تماما. طيب دكتور طارق، خلينا نحكي شوي اليوم يعني ونحن عم نبحث هذا موضوع التعليم، وهو موضوع كثير كبير، وكل يوم بنقول انه التعلم ما بيتوقف عند مهاره معينه او عند تقنيه معينه او عند وقت معين، ومثل ما قلنا كل عصر له ادواته وله تقنياته، لهيك بنشوف هذا الجيل شوي مختلف عن الجيل اللي قبله. أكيد. يمكن كل 10 سنين عم نشوف طريقه جديده مضطرين ندخلها بالتعليم لحتى نقدر نجذب الطلاب من مختلف الاعمار والشرائح. اليوم في ميزات للتعليم الافتراضي، من السهولة أنه أنا بقدر بأي وقت ممكن أدخل أتعلم وأثبر اللي أنا تعلمته وشوف نتائجه، هي من الميزات. كمان ميزات أخرى إذا فينا نحكي عنها. يعني هلأ من الميزات الحلوة واللي أنا لمستها، أنا تعاملت مع مدارس افتراضية ومع مدراء مدارس افتراضية، أول ميزة أنه في كتير مثلا أهالي بيخافوا على أولادهم يحطوهم بمجتمعات
مثلا عايشين ممكن يكونوا بأوروبا، بخافوا أولادهم يحطوهم ضمن المجتمع مثلا اللي هن موجودين فيه يعني لأسبابهم الخاصة. فهن ضمنوا أن ابنه مثلا بالبيت وعم يدرس قدامهم وعم يدرس المنهاج السوري، أكثر من هيك أنه هو عم ياخد ثقافة البلد اللي هي البلد الأم لأله. فمثلا هي ميزة من الميزات أنه نحن بعض الأشخاص أنه هن نحن ما بدنا نخلي أولادنا تختلط مع مثلا بثقافات غير الثقافة اللي نحن عايشينها. الميزة الثانية أنه يعني اليوم نموذج التعلم بظهور الإنترنت وبظهور الانتشار الواسع للقنوات اللي على اليوتيوب، الميديا الواسعة اللي موجودة على الإنترنت اليوم، هذا النموذج التعلم حيفرض علينا أنه نحن نحسن نوصل للطالب ونكون بديل عن قنوات موجودة مثلا على اليوتيوب ما تكون مفيدة. فبالتالي هو بدل ما يفوت يشوف فيديو على اليوتيوب، لا بفوت انا مثلا على شيء مفيد، على شيء علمي، على ماده علميه مفيده هذا الطالب رح يستفاد منها. هلا غير الاشياء الثانيه اللي ممكن نحن نقولها، سهلت امور يعني مثلا انا حتى اروح على مدرسه بدي اروح وارجع مواصلات وعجقه وباص اجى وباص راح، فكمان انا سهلت علي الحياه بهي النقطه وفتحت لي افق اني انا احسن روح باتجاه التعلم الذاتي. شو الفرق بين التعليم والتعلم؟ التعليم اني انا مثلا يكون عندي صف دراسي معلم قاعد عم يعطي درس، اما التعلم اليوم اني انا اكون المبادر، اني انا اروح على يكون عندي هدف، اكون حابب اني اتعلم شيء معين، بكون متفاعل اكثر من انه متلقي. مفهوم التعلم الذاتي اني انا احسن يعني شوف المعلومه اللي انا بتناسبني اتعلمها واحسن اني سيطر عليها. تمام، بما انه ذكرنا الايجابيات خلينا نذكر شو السلبيات الموجوده اليوم بالتقنيات الحديثه بالتعليم. هلا الحقيقه انا يعني الاطفال بالعمر الصغير بحبهم انه يعني يخوضوا تجربه التعلم الحقيقي. ليه؟ لانه هو يعني عم يمارس ثقافات، عم يخالط اطفال من عمره، خاصه في اطفال حركيين. هالاطفال الحركيين هن ما حيحسنوا يعني يتقبلوا بجوز التعليم الافتراضي مثل باقي الأطفال. فأنا بتخيل الأطفال اللي بالعمر الصغير الأفضل أنه لا يروحوا ويمارسوا حياتهم الطبيعية، يحسنوا يعيشوا هيك شوي الأجواء، يعاشوا الناس، يتعلموا ثقافتهم. هلأ بالنسبة للمستويات الأكبر يعني أنه نحن ننتقل للعالم الافتراضي بشكل كامل، هذا بجوز يكون شوي هيك يلغي يعني ما يكون كتير اجتماعي الشخص. أكيد، يعني اليوم هيك أخذنا معلومات مهمة عن التعلم وتقنياته وخصوصا التعلم الحديث بمختلف أدواته. بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. شكراً كثير لك دكتور، وبالتوفيق لك يا رب. شكراً لك. أما هلأ هايدي رح نروح بمحطتنا التالية لحمص تحديداً، وبمناسبة عيد الأم واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، طبعاً مشاركة أكثر من 80 سيدة وشابة من محافظات مختلفة، انطلق بازار إبداع 11 بفندق سفير حمص، والتفاصيل بالتقرير التالي. بمناسبة عيد الأم واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وبمشاركة أكثر من 80 سيدة وشابة من محافظات مختلفة، انطلق بازار إبداع 11 في فندق سفير حمص، والذي تنظمه مجموعة نساء صغيرات مبدعات برعاية غرفة تجارة حمص. طبعا هلا نحن من خلال الجولات هوني وخلال هيك فكرة طلعت معنا من خلال بعض الطاولات اللي زرناها، انه عم بسألهم انه انتم عم تسوقوا برا، قال لا نحن عم نسوق يا اونلاين يا اما زبون على الطلب. فنحن هلا كغرفه تجاره رح نعمل فوريا بعد البازار هذا مشروع، نعمل قاعه عرض سنويه، يعني نحن رح نعمل مشروع عرض لهالمحلات هاي الموجوده اليوم كلها معنا هالمهن هاي، نعمل لها عرض بخلال قاعه كبيره رح تكون سنويه، نستقطب عليها الزوار بشكل دائم
ونأمل لهم وصول منتجاتهم بشكل عام للمستهلك. إجا من عنا مشاركين من برات حمص، إجا شيء 12 مشارك جديدة من بانياس ومن طرطوس ومن اللاذقية، وهو هذا المعرض حبينا يكون بهذا التوقيت لأنه أعياد ومناسبات في رمضان المبارك علينا وعليكم جميعا، في عيد الأم وعيد المعلم، فبتصير هيك حركة الشراء والإقبال يكون أكبر إن شاء الله. المعروضات توسعت بشكل يبين للزوار ما أبدعته الأيادي من مأكولات ومشغولات ومطرزات وزينة لكل المناسبات ومهن جمعت ما بين التراث والأفكار والرؤى العصرية لتلبي جميع الأذواق والاحتياجات. وركزت على شنط التابستري لأنه بده هذا النوع من الشغل بده كتير جهد وحتى مكلف، مكلف بالوقت ومكلف بالمادي، فما فيني شارك بكتير قطع، فحاولت قدر الإمكان أعمل هدول 3 قطع بس هيك لعرف العالم على هذا النوع من الشغل. فني هو اسمه فن الماندالا، يعني بيتوظف على الهدايا أو مثلا مرايا، أي شيء مثل ما أنك شايفة على الطاولة، ألوان كلها ألوان متناسقة وبشكل متناظر وما في ولا قطعة بتشبه الثانية أبدا، هاي اللي بيميزه أكثر شيء. يعني مشاركتي الأولى مشاركة بترطريز اللوحات، رسم لوحات أشخاص وديكور، وياما رسمي لوحاته هو بحضني هيك. في كتير عالم مثلا بيحبوا يهدوا مثلا أهاليهم، يكون عندهم مرضى السكر، عندهم أي شيء مثلا متعودين على الدايت، فنحن عندنا منتجاتنا كلياتها نوعية صحية، في منه خالي من السكر، حتى في عناها كلياتها نظيفة خالي من المواد الحافظة، هاي كلياتها كلها شغل بيوت. المعرض يهدف إلى تشجيع السيدات اللواتي يعملن في بيوتهن وينتجن أعمالا يدوية مميزة لتعريف الناس بها وتسويقها. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من بازار إبداع في فندق سفير حمص. أما هلأ سلمى لفقرتنا الطبية رح نحكي عن الأسنان يلي هنن مراية الوجه وأساس ثقة الإنسان بنفسه وشخصيته، لكن للأسف اليوم كثير من الأشخاص بيتبعوا سلوكيات خاطئة إن كان بتناول أطعمة معينة أو التدخين أو أيضا شرب القهوة، كل هاي الأمور ممكن تؤدي لتلف الأسنان ويصير يا سلمى في تغيير بلونه أصفر أو بني وبيكون غير جذاب. صحيحة هايدي، ويمكن سابقا تحدثنا أكثر عن أسباب اصفرار الأسنان، اليوم رح نحكي عن كيفية المعالجة وعن خلينا نقول التقنيات المستخدمة الحديثة وكل تقنية ليش بنستخدمها ومين مضطر يستخدمها، لأنه مثل ما بنعرف عالم التجميل عالم كتير واسع، للأسف كتير أشخاص بيروحوا لطرق تجميلية ممكن هي بدل ما تأدي هذا الدور هي تضعف أسنانه، لهيك لازم نكون حذرين ونعرف كيف نتعامل مع طبعا النعمة اللي عطانا يا رب العالمين اللي هي الأسنان وصحتها. كل التفاصيل رح نحكي عنها أكثر مع معلومات اختصاصية مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن زنيقة وهو اختصاصي تجميل. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. بالبداية دكتور، دايما بنقول أنه السن الطبيعي إذا كان سن سليم فهو ما بحاجة لإجراء علاجات، لكن اليوم فينا نقول أنه كتير أشخاص بيلحقوا الموضة، فهذا الشيء عم بيؤدي يمكن لأنه يختاروا تقنيات ما بتناسبهم، خبرنا حضرتك عن هذا الموضوع. أول شيء سعد صباحكم وشكرا على الاستضافة الحلوة. أول شيء بالبداية بدي أعرف أنا شو يعني تجميل أسنان. التجميل باختصار بعيدا عن الحديث العلمي الجامد هو علم وفن وموهبة، مقصود فيه يعني أو الغرض منه أنك توصل أنت كمراجع لابتسامة جميلة، ما بدي أقول مثالية، الشكل المثالي يعني ممكن ما يكون الشيء المناسب إليك أو لغيرك، تكوني راضية عنا ضمن مجتمعك ضمن شغلك، ما لك حاسة بعيوب بشكل تبعك. هلأ تجميل الأسنان قبل ما كان شائع، وهذا لحد هلأ كتير ناس بتعرف يعني شو تجميل أسنان، بس بتقلك ابتسامة هلود، شو ابتسامة هلود ما بتعرف يعني شو هي، فينير هي، قشور هي، تركيبات كيف هي، طبيض. في ناس بتفكر الطبيض هو ابتسامة، يعني ابتسامة تركيب. فدورنا نحن كأطباء أسنان أنه نوعي. هلأ قبل فترة كان يعني الهم الناس بمجال طب الأسنان أنه ما يكون عنده وجع، أنه أسنانه سليمة من النخور ونظيفة. اليوم الكواليتي تبع طب الأسنان من ناحية التجميلية تطور رهيب،
يوميا في تطور، يوميا في مقالات، يوميا في شغلات جديده، يوميا في صراعات جديده بالموضه. فواجب الطبيب المختص بتجميل الاسنان انه لما يجي لعنده المراجع يقدم له عده، بعد ما يدرس حالته منيح، بعد ما انا انت توصل لعندي ادرس حالتك منيح، ناخذ الصور نحللها ندرسها، حط لك اكثر من خطة علاجية صحيحة ومناسبة. صحيحة ومناسبة، أنا مو بقول أنا إنه الأفضل أو هيك، لا، في خطط مناسبة بناءً على إمكانياتك المادية، بناءً على الوقت. فأنا بختار عدة طرق علاجية وبقول لك أنا بفضل، مثلا بقول لك عندك طريقة واحد، طريقة اثنين، طريقة ثلاثة. أنا بفضل اثنين أو بفضل ثلاثة، عرفتي كيف؟ ويعني بيتم هذا الشيء عن طريق النقاش يعني بيناتنا. طيب دكتور، خلينا نحكي أكثر اليوم، أنواع كثير صارت للابتسامة البيضاء مثل ما حضرتك وصفتها، ولكن تختلف علمياً وطبياً وظائفها. يعني اليوم في أشخاص بنقول بحاجة مثلاً لتغيير كلي مثلاً بالابتسامة، مثلاً في ناس صار معهم كبر سن ومع الدخان ومع القهوة ما عاد بيمشي الحال التنظيف العادي معهم ليرجع لهم ابتسامتهم. خلينا نحكي شوي عن هاي الطرق، كل طريقة ايمت انت بتختار انه تستخدمها؟ يعني اليوم لما بيجي عندك مريض اكيد انت لك رأيك ونصيحتك الخاصة بهذا الموضوع. هلا اليوم مضى شيء اسمه اسنان حلوة، ابتسامة حلوة. صفى اليوم مركب كامل، ابتسامة يعني اسنان مع اللسة مع شفة، مركب كامل هو ابتسامة كاملة. نحن لما نرجع بنرجع الابتسامة الكاملة، فاليوم هي يعني مصدر للثقة. يعني اليوم لما انت بتبتسمي بتحسي حالك انه انت متمكنة، يعني عندك متمكنة من قصة، مثل ما انت متمكنة بالشغل، متمكنة بأي مكان تاني بالحياة. ومثل ما قلنا قبل شوي انه في عندي خيارات تجميلية واسعة، قشور الفينير او الايماكس او الفيسينج، او ممكن بطرق بسيطة مثل التبييض او التقويم انا اوصل تقويم اوصل لنتيجة اللي انا بدي اياها. بس مثل ما قلنا الاختيار بتم بناء على دراسة الحالة. يعني انت بتوصلي لعندي مثلا الاسنانك ما فيها شيء، اسنانك سليمه مع عفايه، يعني ما عندك نخور ابدا، وهون احنا بنبلش نحن برحله التجميل معك. لما تيجي لعندي استشاره التجميل او استشاره الفينير نص ساعه على الساعه بس، بنقعد بندردش وبنحكي وبنحلل وما بنشتغل فورا، بروح الشغل لثاني جلسه. فبختارك المناسب اليك، يعني بيناسب إليك ما بيناسب غيرك، عرفتي كيف؟ عدة حلول تجميلية مثل عنا أنت بتطلبي بدي ابتسامة، ممكن أنت يكون عندك نخور، يكون عندك تهدم، يكون عندك أسنانك، هون أنت ما بيناسبك الفينير وما بيناسبك التبييض، لأنه لما أعمل تجميل أنت بتاخدي ميزة، الميزة ما بتنحط غير على شيء سليم، ماشي؟ مثل أسنانك سليمة فينا فورا نبدأ بالتجميل، أما أسنانك خربانة لا، نحن بنبلش نصلح بعدين بنبلش بالتجميل. بنبهل ابسط طرق التجميل، ابسطها واقل ضرر، فينا نقول التبييض. التبييض بينقسم قسمين، قسم بيتم بالعياده عن طبيب الاسنان، وقسم بالمنزل مثل ما بنعرف التبييض المنزلي. اللي بيتم بالعياده عن طريق تبييض بالبلازما او تبييض بالليزر، والتبييض المنزلي نحن الأول بنعملها للمرضى. طيب دكتور، أي أفضل، التبييض الليزري ولا تبييض الإبر اللي بنستخدمها نحن بالبيت؟ لا، مو إنه أي أفضل أو أي بيعطي نتيجة أسرع، مو بالنسبة أي. هلا النتيجة الأسرع بتاخذيها عن طريق الليزري، بس أنا برأيي الشخصي الاثنين بيكملوا بعض. يعني أنت بتعملي تبييض ليزري أو بالبلازما وبتتابعي منزلي لتحافظي على ديمومته. في منهم يمكن بيساووا الاثنين بنفس الوقت؟ لا، مو الاثنين بنفس الوقت، نحن بنسوي ليزري بعد فترة نعمل منزلي. بس يعني طبعا هلا هي نستفيد بالحكي عن القصص انه كل امتى بنعمل التبييض اي شيء. كثير مرضى بيسالوا في يعني انه بضر الاسنان، بضر الاسنان اي شيء بيتم بعياده طبيب الاسنان هو شيء امن. التبييض اللي بيتم بالعياده وتحت اشراف الطبيب هو شيء امن. خليني احكي لك كلمه حلوه، التبييض هو عبارة عن شو؟ هيدروجين بيروكسيد H2O2، لما نحطه على السن ونسلط عليه ضوء الليزر أو البلازما بتفكك لمي H2O2 والO2 الأكسجين الوليدي،
يعني لماء اكسجين وليدي، هالاكسجين الوليدي بفوت لجوا السن، بيفتح المسامات، بفوت بيطلع هالمواد العضويه وبيقضي لنا على الصبغه، بيرجع لنا اسناننا مثل ما كانت. يعني انه مواد كلها امنه ومدروسه، ما في يعني خليني اعطيك كلمه حلوه كمان، التبييض هو لا نوع قاعدي ولا نوع حمض، هو عباره عن مثل ما بنسميه متعادل، يعني متعادل لا نوع مثل الاسيد. هلا انت عندك لما تاثير الفراوله او العصير او الكولا لما يشربها كل يوم او بروتين بيضر اضعاف اضعاف ما يضر التبييض. ماشي؟ طيب نحن قلنا التبييض هو عباره عن شيء متعادل، هو عباره عن مي مع شويه اكسجين وليد بفوت لجوا السن وبحرر الصبغه وبيطلعها. طيب وين الضرر بالموضوع؟ الضرر لما يصير فيه تكرار ومبالغه بهالموضوع، يعني نحن بنبيض كل سنه سنه ونص مره، هذا اللي بيبيضوا على طول بشكل روتيني. ليش بضر؟ لانه فوتت الاكسجين، تطليع المواد، فتح المسامات، تطليع المواد العضويه من السن، تكراره لاكثر من مره بالسنه هون بلش الضرر. هذا هو اللي بضر بالتبييض. اما نحن ما دام بالتبييض عم نلتزم بتعليمات الطبيب وضمن اشراف الطبيب، نحن هون يعني ضمن السليم. اما التبييض اللي بيتم بالمنزل يعني نحن بنسميه خارج سيطرتنا. اكيد. انا يعني احيانا انا يعني باكد كثير على المرضى انه يلتزموا، حطوا هالاله بثلاث اربع ايام ولهالمده. بحطوا ثلاث اربع ايام ما بيض، بحطوا اسبوع، بحطوا 15 يوم. يعني بفكر كل ما زاد الايام بده يبيض زياده. بيرجع بحساسية عالية، هي أحد السلبيات للأسف بموضوع التبييض. يعني نحن مثل إحنا بأي شيء بأي شيء مهنيا وأخلاقيا، أنا مثل ما بدي أحكيك على الإيجابيات يا أحكيك على السلبيات. التبييض فيه حساسية أول فترة، أول 24 ساعة 48 ساعة. التبييض المنزلي لما عم يتم بدون الشروط الصارمة اللي إحنا بنحطها عم يعمل حساسية، عم يتسرب للسة، عم يعمل ضرر، يعني عمل ضرر للسن. ممكن يوصل لاحتقان العصب، بطل يوقف الوجع لحتى توصل لمرحلة سحب العصب، ونبلش بالمشاكل اللي نحن بغنى عنها. أي شيء بيتم بالتزام بالتعليمات الطبيب فنحن هون يعني ضمن السليم. أكيد. دكتور خلينا نحكي كمان عن شغلة كتير مهمة، واللي هي في كتير أشخاص صاروا يعتمدوا طرق جديدة بعدين بيندموا، يعني بيروح بيعمل مثلا بيركب اي تقنيه من التقنيات اللي حضرتك حكيت عليها، بيطلع في شكل غلط، بنصير بنلاقي لسه شوي لونه متغير مع الوقت، وهالبياض الفاقع اللي حتى غير طبيعي، يعني الناس بتستهجن لما بتنظر للشخص اللي عامل هاللون الابيض الفاقع كثير، مع الوقت بحاول بده يعدل، هل بيقدر او لا؟ هلا انت ذكرتي عده نقاط، ذكرتي التهاب لسه، وذكرتي شكل غير مناسب، وذكرتي اللون. ماشي. نحن من البداية هاي الأمور نحن متحكم فيها من البداية. يعني مثل قلت لك الطبيب، يعني أنا بأكد مثل أكدت مقابلة سابقة، أعطي الخبز خبازه ولو أكل نصه. يعني نحاول نحن نختار الطبيب الصح، الطبيب المتمكن باختصاصه. مثل أنا اليوم أنا تجاه العيادتي مش تغير في تجميل الأسنان، نحن فريق كامل، في فريق جراحة، في فريق تقويم، يعني نشتغل نحن عدة تخصصات. اليوم طب الاسنان تطور خير كثير، تطور بشكل واسع، ما ضل هذا الدكتور هو اللي بيشتغل كل شيء، ما حتقدر تعطي، بينما انت يعني كل تركيزك باختصاص واحد حتعطيه 100%. عرفتي كيف؟ موضوع اللون، انا راح نبدا بموضوع اللون، موضوع اللون نحن اكثر موضوع بيتعبنا بصراحه، يعني انا بدخل معك بنقاش نص ساعه واخر شيء يعني ما بيعرفوا يختاروا اللون، ما بيعرفوا يختاروا اللون، هي 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 وبالنهايه رغبه المريض بتغلبنا. نحن انا بحاول ورجيك الصور، بحاول هذا بيلبق عليك هذا ما بيلبق عليك، بس اخر شيء رغبتك هي اللي باللون. الابيض الفاقع هلا هو ليكي اول فتره بيكون حلو، بس بعد فتره بصير يحس الواحد حاله نشاز، يعني بحس يعني اول فتره بتكوني مبسوطه كثير انت انه اسناني بيضة، بعد فتره تحسي انه حالي غريبه غريبه. الواحد ياخذ بياض، بس مو هذا الفاقع جدا جدا. وانا من بين كل 20 حاله اشتغل حاله واحده انه تكون بياض فاقع. وتقريبا اليوم نحن اول ما طلعت صرعه التجميل ب 2016 ما قلت لك هذا ما كان يعني مع التطور لحتى ندخل التجميل الاسنان كله يعني التجميل يعني ابيض.
هلا في ناس عامله اسنان بيضة والله كثير حلوه هي، بس كانه بياض عم تجي تبدل وتركب شيء طبيعي طبيعي فاتح شوي ماشي. في ناس تيجي عندي بتقول لي ركب لي شيء ما يبين اني مركب، بيكون عنده مشاكل باسنانه، عنده نخور، عنده تراكمات، تقول لي ركب لي شيء انا بدي ابتسم ابتسامتي حلوه. طب هون شو بتركبوا دكتور؟ هون هلا مع هاي الحاله شو بتتعامل؟ هلا التقنيه المناسبه اذا فينا نقول، قلت لك انه نحن عندنا عده تقنيات بحسب ما بتناسب حال الشخص. يعني انت اليوم انت عندك نخور واسنانك متراكبه بشكل كبير وتهدم واسنان سبع عصب، انا اكيد ما راح احط لك بنير ابدا، واكيد ما راح بيض لك اياهم. نحن هون بنلجأ لشيء اسمه التركيبات التجميليه. يعني انت شلون بتلبسي سن خلفي او سن تلبيسه؟ نحن يعني بنلجأ انه هالسنان ما فينا نركب له بنير انما تلبيس، عرفتي كيف؟ الفينير والقشور احنا انا حاستفيض على الحديث عنها، بس قبل انت لما يكون كان عندك مشكله بسنك الامامي يعني كل المراجعين عم يراجعون من 2010 2012 فما قبل، عم تلاقي اي حدا مجمل اسنانه كله تلبيس كله تركيب، ما كان فيها القشور وهال اللي موجود هلا وهالتطور الكثير كبير، عرفتي كيف؟ فاما اذا كان اسنان سليمه اسنان ما فيها شيء، ناس بتستهجن احيانا انه هي ليش عم نجملها؟ عرفتي كيف؟ هون التجميل الحقيقي. هون التجميل، التجميل مو بالتركيبات. التجميل هو بالقشور اللي انا ما بعمل مجزره بالاسنان. هذا اهم شيء يمكن. المجزره بتنعمل امتى؟ البرد الكبير، لما يكون اسنانك انا بدي اجلس لك اياهم كثير مايلين بشكل، اذا هي طبعا انت رافضه التقويم، او انه يعني متهدمين او يعني منخورين كثير او مصحوب اعصابهم، هون ما بيتوزع الفينير. اما الفينير هو او القشور هو اللي انا ببرد نص ميلي مو اكثر، او مجرد تخشيم بسيط. هلا لنحكي على موضوع البرد، ناس اكثر شغلتين بخافوا منهم ومترددين جدا قبل ما يعملوا التجميل، موضوع البرد موضوع التهاب اللثه، موضوع برد الاسنان. لنحكي كلام علمي ما فيه فيصال ولا واحد بالمليون، ما في اي جهه علميه بتقلك انه فيني لزق قشره على سن بدون برد. والدكاتره اللي بتنزل مبدا الدعايه انه انا بدون برد، هذا عم يغشوا العالم ماشي. سطح السن الميناء ملسه، فما في اي كلام علمي بيقلك انا فيني لزق شيء على شيء املس حيفلت بشكل سريع. ثاني شيء سطح الميناء متعرج، ما انه املس بشكل كامل، هو املس لكن متعرج، ما انه على استقامه واحده، حيضل في فراغات، هاي الفراغات حتجمع اكل بتعملي التهاب لسه بالنتيجه. فنحن لو تخشيم بسيط، انا ما عم اقول برد، فنحن تقريبا عم تراوح من 0.3 ل 0.7، هذا موضوع البرد. بالقشور نحن بنبرد من 0.3 ل 0.7، بنضل ضمن الميناء اللي هي السبب الاساسي انه يخلي العدسه تلزق لاطول فتره ممكنه. اكيد تمام. دكتور عبد الرحمن، يعني اليوم هيك كمان حكينا شوي عن التبييض ووسائله، والافضل منه بدنا نشكرك لوجودك معنا. شكرا كثير. شكرا جزيلا. شكرا كثير لك دكتور. واكيد مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، ورح نروح لتقرير عن مراكز ايواء المدينه الرياضيه باللاذقيه، حيث وصلت قافله مساعدات تضم مواد اغاثيه وغذائيه وطبيه، اضافه الى الالبسه المقدمه من جمهوريه داغستان للمتضررين من الزلزال. تفاصيل اكثر بالتقرير التالي. قافلة مساعدات جديدة تصل مركز إيواء المدينة الرياضية باللاذقية، تضم مواد إغاثية وغذائية وطبية إضافة إلى الألبسة، مقدمة من جمهورية داغستان للمتضررين من الزلزال. أتى إلى هون إلى الجمهورية العربية سوريا لأجل أن يساعد الشعب السوري، وجاب معه المساعدات الإنسانية تحتوي من المواد الغذائية للأطفال والمواد الغذائية بشكل عام، ألبسة رجالية ونسائية. كمية المساعدات الإنسانية هو جابوا الأصدقاء من الممثلين من جمهورية داغستان تقريبا بشكل عام 60 طن. سعيد جدا، ودائما نحن نساعد الشعب السوري
وإخواننا السوريين في الجمهورية العربية السورية. ونعم هذه المساعداتنا سوف نتكرر هذه مساعداتنا ودائما سوف نساعد إخواننا السوريين هنا. الشعب الداغستاني جمع تقريبا مساعدات إنسانية تقريبا ب 31 مليون مساعدات إنسانية للشعب السوري، واليوم جابوا معهم إلى سوريا إلى مدينة أول مدينة التي جابوا استقاء داغستاني هذه المساعدات الإنسانية هي مدينة لاذقية. تقريبا كمية المساعدات الإنسانية 60 طن، وتحتوي هذه المساعدات الإنسانية من مواد غذائية للأطفال، ريس، طحين، والألبسة، ألبسة للأطفال والألبسة الرجالية والنسائية. مؤسسة الإنسانية اسم إنسان لاحقا سوف تساعد الشعب السوري وتقف مع الشعب السوري. جهود كبيرة ودعم من القريب والبعيد لسوريا في محنتها لتكون بلسمة للجراح وخطوة باتجاه التعافي. أما هلأ وصلنا لمحطتنا القانونية، رح نحكي فيها أكثر اليوم بالتفصيل عن بعض أنواع القضاء ومنها القضاء الجزائي والقضاء العسكري، وطبعا كيفية التقاضي ومراحله وتفاصيل أكثر قانونية رح يعرفنا عليها ضيفنا بالاستوديو لليوم المحامي مصطفى مليحان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ خبرنا عن أنواع القضاء عن اختصاصاته. تمام. اليوم عندنا نحن ثلاث أنواع من القضاء، هو القضاء العادي والقضاء العسكري والقضاء الإداري. فالقضاء العسكري هو بيختص بفئة معينة من المجتمع اللي هم العسكريين، والقضاء العادي هو يختص بفئة معينة بفئة المدنيين، والقضاء الإداري هو يختص بأمور تتعلق بعقود الدولة وبكل ما يتعلق بقرارات الإدارية تتعلق بالدولة. طيب أستاذ مصطفى، يعني دائما نحن بنعرف أنه أي قضية لها مراحل، يعني اليوم هل المراحل متساوية ونفسها بكل أنواع القضاء؟ يعني اليوم أنا إذا عندي مواطن بدي يروح أرفع شكوى للقضاء مثل العسكري إذا عنده شيء بده يحله، فخلينا نعرف تفاصيل أكثر. تمام. هلا القضاء العسكري هو قضاء اصيل بما يفصل به وخاص بفئه معينه من المجتمع. القضاء العسكري بيتالف هو هيكليته مشابهه لهيكليه القضاء العادي، ولكن مع اختلاف يعني بسيط. فالقضاء العسكري بيتالف دائما من اداره القضاء العسكري والنائب العام العسكري والنيابه العامه العسكريه وقاضي التحقيق وقاضي فرد العسكري والمحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة النقض الغرفة العسكرية. عندما يتقدم شخص بشكوى أمام النيابة العامة العسكرية، فهنا النيابة العامة العسكرية اللي هي اختصاص النائب العام العسكري تلقي الشكاوي والإخبارات. فعندما يتلقى أي شكوى أو إخبار يقوم إما بإحالتها إلى الضابطة العدلية أو يكلف بها إحدى قضاة النيابة العامة للتحقيق بها. فتقوم قاضي النيابة بعد دراسة الملف ويتخذ القرار بإحالة الدعوة حسب الوصف، إما أن تكون وصفة جنائي أو جنحوي. فإذا كانت جنائي يرفعها إلى قاضي التحقيق العسكري، وإذا كانت جنحة فيرفعها مباشر بالإدعاء أمام قاضي الفرد العسكري المختص. وتأتي المرحلة الثانية هي مرحلة قاضي التحقيق العسكري أو قاضي الفرد العسكري حسب ما ترفع له. فقاضي التحقيق العسكري بيدرس كمان الإدبارة وبيوصف الجرم، فهو كمان بيشوفه أما يكون الجرم جنائي أو جنحة. فإذا كان جنائي بيرفعه إلى المحكمة العسكرية، وإذا كان جنحة بيرفعه أمام محكمة قاضي الفرد العسكري المختص. وإذا كانت أمام محكمة قاضي الفرد العسكري، وهون قاضي الفرد العسكري بيفصلها بقرار قابل للطعن أمام الغرفة العسكرية لمحكمة النقض. هي بتجي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة اللي بتجي هي أمام المحكمة العسكرية. فالمحكمة العسكرية هي المحكمة الموضوعية اللي بتفصل بالدعوة بيومتها.
إما بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بتجريم المتهم أمامه. والفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني هو أن القضاء العسكري ما فيه قاضي إحالة، ما فيه قاضي إحالة. على القضاء المدني بتمر الدعوة دائما من التحقيق إلى الإحالة إلى الجنايات، أو بداية حسب أو مثلا من البداية المدنية استئناف نقض. ولكن هون بيختلف عنا أنه القضاء العسكري ما فيه لا قاضي إحالة ولا فيه استئناف. فهذا الفرق بين القضائين العسكري والمدني. وبتختلف كمان مدد الطعن أمام القاضي التحقيق وأمام قاضي التحقيق العسكري وأمام قاضي التحقيق العادي. تمام، شو بنقصد كمان بمفهوم القضاء الجزائي؟ تمام، هلا القضاء الجزائي هو بيختص بكل شخص بيرتكب جرم جزائي فهو يحاكم أمامه، بعكس مثلا القضاء المدني. القضاء المدني بيختص بالأمور المدنية، العقارات وإزالة الشيوع أو محاكم الصلح أو بداية المدنية العادية. طيب خلينا نحكي اليوم، في كتير أوقات بيكون قضية فيها طرفين، طرف مدني وطرف عسكري. إلى من تحال القضية للنظر والبت فيها ومراحل العمل عليها؟ تمام، هلأ دائما إذا فيها طرف عسكري فالقضاء العسكري وفق القانون إنه هو المختص بالنظر بهي الدعوة، هو اللي بيقرر إذا هي الدعوة هي من صلاحياته أو لا بنص القانون بالمادة 51. فهو اللي بيقول إنه هي الدعوة من اختصاصي أو عدم اختصاصي. ولكن إذا فيها دائما طرف عسكري فدائما أي طرف فيها سواء كان فاعل أو متدخل أو شريك فهي من اختصاص القضاء العسكري. ولكن في حال أعلن القضاء العسكري براءة هذا الشخص فتحال الدعوة برمتها اللي بيتعلق بالمدنيين إلى القضاء المدني، حتى ما بيعطيهم قرار لا بالبراءة ولا بالمنع أو شيء، فبحيلها للقضاء المدني كونه هو طلع العسكري براءة منها. تمام، خلينا نوضح أكثر عن إجراءات اللي ممكن تكون تقاضي أمام القضاء العسكري. تمام، هلا بشكل مبسط. تمام، هلا القضاء العسكري مثل ما حكينا تحال له الدعوة، إما بيتم اتصال بها بالدعاوي إما عن طريق شكوى أو عن طريق إحالتها من القضاء المدني كونه بيكون فيها طرف عسكري، أو بناء على أخبار بيتعلق بهذا الشيء. فهي بهي المرحلة بيتعلق فيها وبيتصل فيها للدعوة القضائية أمام القضاء العسكري. طيب هل قاضي التحقيق العسكري اليوم ترفع القضية أمامه كما ترفع أمام القاضي العادي بالتحقيقات العادية أم لا؟ تمام، هلأ الفرق بين قاضي التحقيق العادي والعسكري، هلأ القضاء العادي النيابة العامة لا يجوز لها أن تصدر مذكرات توقيف، بعكس النيابة العامة العسكرية التي يحق لها إصدار مذكرات إحضار وتوقيف. فهذا الفرق بيناتهم. فهون النيابة العامة العسكرية تقوم بإجراءات قاضي التحقيق، فهي تقوم بإجراءات التحقيق باستجواب المدعى عليه واتخاذ إجراء إما بالتوقيف أو الترك. في حال أنه تم توقيف الشخص فيحال إلى قاضي التحقيق موقوفة، فهنا قاضي التحقيق بيدرس الإضبارة، فأما بينظر أنه هي الإضبارة بيشوف هذا الشخص أنه هذا الجرم غير معاقب عليه بالقانون أو مشمول أو كذا، فهنا بيسترد مذكرة التوقيف. ولكن هو إذا كان موقوف بده يسترد بموجب أحكام المادة 106 من أصول المحاكمات، وإذا كان مثلا لا الجرم هو معاقب عليه فبيتخذ هون القرار إما بإحالة الدعوة حسب وصف الجرم. إذا كانت جناية فبتروح لمحكمة العسكرية الدائمة، وإذا كانت جنحة بتروح أمام قاضي الفرد العسكري. وبطبيعة الحال هلا إذا فيها كان هي المحكمة العسكرية دائما تختص بمحاكمة الضباط سواء كانوا جرائمهم مثلا جنحوية أو جنائية، فهي مختصة. فقاضي الفرد العسكري فقط يختص بمحاكمة الأفراد وصف الضباط. تمام، طيب خلينا نوضح بأمثلة أكثر. اليوم يمكن بعض الأشخاص بيصير في بيناتهم إشكالية مع أحد العساكر، هون نحن وين ممكن نلجأ لنقدم الشكوى؟ ممكن نقدمها بالقضاء العسكري أو نحن بالمحكمة العادية، وهي من خلال ممكن تحول الشكوى للقضاء العسكري؟
هلا اليوم القضاء العسكري هو له نيابات بكافة أراضي الجمهورية العربية السورية، فهون بيقدر الشخص يقدم الشكوى بأي محافظة بده إياها للنيابة العامة، فالنيابة العامة تتلقى منه الشكوى أو الأخبار وتقوم بالتحقيق بها أو بإحالتها إلى الضابطة العدلية، وتقوم الضابطة العدلية بإجراءات التحقيق وإحالتها إلى القاضي. فهون القاضي النيابة مثل ما ذكرنا بس يدرس الأدبارة، بيشوف بيتخذ القرار اللي بلاقيه مناسب وبيحيلها للمرجع المختص لإلها. نعم، يعني اليوم هيك قدرنا نتعرف من خلال حضرتك عن بعض التفاصيل المهمة القانونية. بدنا نتشكرك كثير. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك أستاذ. وبختام فقرتنا القانونية بنكون مشاهدينا انتهى مشوارنا الصباحي. لا تنسوا تتابعونا بكرة بفقرات وضيوف مميزين، ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. بقية نهار حلو لك يا سلمى. وبقية نهار لك ولكل مشاهدينا. ولا تنسوا كمان تراسلونا عن أي مواضيع بتحبوا تكون ضمن صباحاتنا مع ضيوفنا الاختصاصيين على صفحة صباحنا غير أو على صفحة الإخبارية. أكيد فيكم تتابعوا مقتطفات من الحلقة على صفحة الإخبارية السورية، يلي طبعا دائما الفريق الإلكتروني عم بينزل كل هاي الفقرات. وأكيد ضلوا بألف خير. باي باي.